ايش قد تجيب ايش قد تجيب؟ والله ان شاء الله راح اطبنا بين يوم ويوم 2000 طلي. ثقة بالحسين ان شاء الله. راح تنزل السوق لو ما راح تنزل؟ وعلى نزل السوق وعلى ارقى من عن والدي. وعلى اليوم والسيطرات والرشاوي وماكو، وعلى كيل اللحم ب 5000 نسوي. ايش قد ياخذون من عندك على السيارة؟ والله ياخذون على السيارة من 50 ورقة ل 60 ورقة على اللودر. شلون هاي الفساد هذا؟ هذا فساد اداري. ثقه بالحسين لو مو الرشاوي كيل ب 5000 او علي ب 5000 مال اللحم. اللحم ب 5000 ذبح بالشوارع يصير ب 5 لو مو الرشاوي. كلها السيطرات، هاي السيطرات، السيارات النقليه. يعني ياخذون عندك من عندك 10 ملايين على السياره؟ والله على اللودر على التريلا 10 ملايين، يعني 90 ورقه، يعني بالحساب الجديد 80 ورقه. ايه.